يا انت ولا انت ديروا ابوني وفعلوا الجرس لا غادي يضربكم شي واحد. اشوفوا لا نطولوا ولا نقصروا راني قلت لكم اش طاري يا استاذ ياك لاباس يا استاذ هو ثاني تيدخل بعجاجته هذا الاستاذ هذا بحال مقتول اللي ما قادش التماري يصبعوا وبلا صداع بلا بصاره اوف الحمد لله وخلعني عيد ما عطاش اصحابني وخلعتينا حتى انت الله الا حرام عليك يا انا وانت هو عندك تفا انت وتشرب عصير الماء انت واش قلتي شي التمارين لا علاش بالسلامه ما كنتش مسالي اي زيد وزيدون هاد الدماغ اللي عندي انا استاذ بعد الدماغ خص يكون في يو اس اي ما عرفتيهاش وبالضبط في نيويورك هاد الدماغ عندي انا ماشي ديال المغرب واصلا دوك التمارين ديالك استاذ تيجوني منكشين وتيديروا لي غير العرقاله في الدماغ ديالي واحد السلوكه هنا عندي ما تيتحدوش مع داكشي ديالك انت استاذ انا خصني شي حاجه هاربه خصني شي حاجه تاع اكس فوا بان دو ميغلابي هي اللي بغيت نقدام هكا تا دا نضا ودابا غادي نعيط لباك اللي مرباك وغادي نقول لي هادشي كامل وعيط لي وفوتو لي ياك ما بغيتي كاع نعطيك انا الصودا استاذ تعيط لي لا لا عندي النمره على ما عقليتش في اول سنه قلت لكم قيد لي ماري باكم راه هاد الاستاذ شحال مكلخ وحمزه قال لي الصود هو تيصحاب واش قال لي النمره صافي نعيط متاكد ما يهمنيش وما تنخافش تنخافو حنايا من الله سبحانه وتعالى فهمتي يا استاذ ناري قفرتيها شوف عول اليوم تاكل قتله ديال العصا من عند باك دابا تفرج انا غادي نديرو بارلو لي بلاتي الو السلام عليكم واش بابا حمزه هذا اييه هو هذاك شي بس ما كاين بغيت نقول لك اسيدي ولدك ماشي كتش التمارين اييه نزيدك تيدير لي المشاكل في القسم راه حتى حنا تيدير لنا المشاكل في الدار واش تنعيطوا ليك قلت لك انت شويتي براسك وبقيتي بكرامتك بغيتي تكون حسن والله الا قال لك المشاكل حليت انا مشاكلي ما بقاي نحل لك انت مشاكلك وسط القسم عندك الحق اسمح لي اسمح لي اسمح لي المسامحه تجي يدوزوا لي من عيطت عيطي يدوزوا لي بغيتوني هي واخا واخا هاك تكلم ما عطاش باك باك راه الو بابا اسمع هذاك الجدر تنسمعك نعم بابا انا غادي نصيفط لك واحد الدواء في واتساب غادي نصور لك ونجيبو ليه معاك ما لقيتوش في هاد الفارماسيه اللي حدايا صافي هي تنى دابا نجيبو لك معايا يلا الله يعاونك يلا سير الله يسر هاكا استاذ الله قال لك المشاكل خلينا حنا بعدا مشاكلنا صباحات لله وهين والاستاذ تقمع واحد القمعه ما عمرها تنسى لي العام كامل حنا نبقاو نفكروا فيها وقمعه من التاريخ خاصها تجي ليا تاريخ ويه دابا انا عاد عرفت علاش حمزه قال لي عيط خطير هاد الحواميس راه واحد المقندز منو ما كاين انت تقتليني يا صاحبتي بالضحك عرفتي باش نخرج نعاودوها لشيماء صافي ماكم نتوما تتكركلوا عليا كل يتا في التمارين اللي عنده وجا النحس سلام اختي وعليكم السلام عافاك اختي بيت هاد الدواء هذا هو صيفطو ليا الوالد في الواتساب انت شوفي هي كاين كاين هذا مرحبا مرحبا بك جلس ارتاح على ما نجيبو لك لا لا اختي راه زربان والله العظيم الا واقف عليه انا تنتسناك هنا اصلا الفرماسي راه خاوي ما كاين حتى حد انا اللي بغيتي تخدمي معايا واخا انت حر دير اللي بغيتي يلا راني جايه اوف يا ربي انظر اختي واحد دقيقه بلاتي تندير خدمتي الله يهديك واخا تكوني بغيتي تصنعي ما تبقاي هذا الوقت كامل اش بركت تقمقم ليا تما قلت ليك واش هذا الدواء عندك ولا نمشي نقلب عليه في بلاصه اخرى راه كاين كل ما كاينش كون بدارك انا في الاول علاش بغيت نبقى تنجرجر فيك لا محال الله الا محال كاين ايوا مطلعه اليوم دوزا بيا الوقت اختي راه خمسه السوايع وانا هنا واش ما بقيتش فيك يحني فيا اسمح ليا راه بحال خدمتي اليوم لقيتيني خدمت في هذه الصيدليه باقا جديده وباقي ما حفظتش المحل مزيان ها هو راه بزز باش لقيتو لك بقات باكيه وحده على سلامتي فين لقيتيه فواحد الطرو ديال الزبل اشنو لا لا بغيت نقول لك راه بحر جابوه وباقي ما حلوش الباكيه باقا مسكوتشيه وداكشي باش انا جبدتو لك يلاه جبدتو كنت نقلب ونبحث بزز باش لقيتو اختي راه ماشي هذا هو الدواء اللي بغيت انايا واش متاكد اي متاكد راه انا اللي تمشي نجيبو للوالد تيما ماشي هو هذا اصلا هذاك غوزي وهذا اللي عطيتيني انت بيض هذا راه احسن منه عيدتي على حسابي اختي انت تتبان لي ماشي تالي واش انا جيت بيت الدواء ديال المعده حيت بابا مسكين عنده ديك حرقه المعده وانت عطيتيني الدواء ديال منع الحمل واش انت فولا فيك تيفو ايوا راه مزيان عطيه لمرتك باش ما تكثرش عليك الوليدات ويكثروا عليك المصاريف وذوقني كون عقل وانا ما مزولش اختي ماشي مشكل لما كانتش مراتك دير امك راه تينفعها تصدق والدك شي واحد يولي داخل معاكم في الورد وانت وليتي في ماء يوم وما لونها وامي ماتت الله يرحمها ويوسع عليها ضيقة القبر يبغى عطيه للخوادريه ديالك الاخت ديالك وما عنديش اختي ما عنديش واش باغا تسطيني واش انت ما عندك والو وعندي الله سبحانه وتعالى وكلت عليك الله انا خليتك منك الله
راه كنا عندنا الله خلينا ما هاد الهضره هادي ديال والو وسلا تضربك شي واحد خرج ليا في حاله ضرك عليا زلافتك وتبعيني اجي خوتي نسي التليفوني عندها الله الله اش بيني وبينك الوالد واش بيني وبين شي فرماسي اختي العان الله يرحم لك الوالد يسمح لي غير تعصبت وصافي وسير في حالتك شنو بغيتي بغيتي التليفون ديالي ما عندي حتى شي تليفون سرعتني ابتساع والله حتى خليت عندك التليفون والله العظيم وليت نكسب اختي وانا بغيتي التليفون غادير واحد الشرط الله لا رديته لكم ما درتيه ما هو سير قول للمتابعين ديالك يطلبوني في لي كومونتير ويوصلوا هذا الفيديو لكثر من 4000 لايك عاد جيش التليفون واخا 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 اختي واخا يتناي يلا واطلق راسك هي الاولى خوتي وصلوا هذا الفيديو لكثر من 4000 لايك وكتبوا ليها في لي كومونتير تعطيني تليفوني راه لا ما عطاتوش ليا ما باقيش غادي نصور لكم يلا ضرك عليا زدتك من حدا المحل تبعد عليا الكليان صافي نمشي نمشي ما تعصبيش ارجع عندك من يتاح الفيديو ان شاء الله ارجع عندك وجه النحس فوق واخا سوش اخوتي